يا سلام، شي كولي على المربى حقنا. الصيف جانا وهو ما يشاور حر. المهم تشوفون اللي وراي ذي، هذه شجرة التوت. فاليوم ثلاث مقادير بسيطة، توت، سكر، ليمون، بنسوي مربى. فأول شيء خلونا نقطف التوت. بسم الله. طبعا بكل بساطة هذه شجرة التوت، وتشوفون التوت هنا، فبنقعد نحاول نقطف ونجيب اللي نقدر عليه. ما أدري شفت ولا لا، بس التوتة هذه طعم نفسها، ففي بعض التوت قاعد يطيح من نفسه، بس تلمس لمسة خفيفة هوبا طيح في السلة هذه. هذا التوت اللي مجمعينه، بحاول أجمع اللي أقدر عليه عشان أسوي به مربى. بسم الله، أبغى يطيح. أوه. معنا حطه. جيناكم بعد يومين من اليوم اللي قطفنا فيه التوت. السالفة ما فيها، أنت ما تحتاج جرة توت عندك، لكن هذه فعالية زي ما قلت لكم عشان ما تفهمون غلط. زي الدلقونة أنا عندي خلاطين، عندي خلاط اللي وريتكم المقطع اللي راح، وعندي المكسر هذا الكبير، بس نسوي الأشياء أساس أنها فعاليات. نرجع نكمل موضوعنا. اللي عندنا الحين التوت هذا 200 جرام، وعندك هنا 100 جرام سكر. هذا اللي فهمته أنا من الطريقة، ان كمية التوت او كمية الفاكهة اللي عندك تقسمها بالنص وتحط مثلها سكر. عندك هذه اللي هي حراسة البطاطس، ملعقة خشب، لان كثير منكم قال لي استعملوا ملعقة خشب عشان قلوبكم لا تتقطع على الاواني هذه اللي عندي. ليمونة، بنحط نص ليمونة. احنا بنجرب بنشوف بتزبط معانا ولا لا، لان الفكرة ما فيها ان بنحط التوت الآن. أصبر، خلنا نشغل النار خليها هادية. يعني هذا 200 جرام اللي تشوفونه الحين توت، فبنحط 200 جرام توت. حلوين. طبعا أنا حاطه باللي فيه بالكلل هذا عشان يكون طبيعي، يعني مرة 100 جرام سكر. حلوين. طيب المفروض وش قاعد يصير؟ أن السكر بيذوب على نار هادية الآن. الله، منظر التوت كأنه مغطى بثلج. طبعا تذويب السكر في اكثر من طريقه، بس اللي اعرفه انا وقد جربته قبل يوم نسوي الحلوى البحرينيه، تقدر تشوفها هنا، انك ما تحرك السكر، تخليه زي ما هو وهو يذوب من نفسه ويضبط اموره. فان شاء الله انه هو بيسوي نفس الشيء، بنقعد نتفرج عليه، اذا حسينا الوضع انه ما مشى نبدا نحرك. فالسكر بيذوب مع التوت، وبعدها بنحط عليه الليمون، لانه يقول لك الليمون هذا ضروري. بنحط نص ليمونه، يعني عصير الليمون ضروري انه يكون موجود مع السكر حتى انه ما يتكرمل ولا ما ادري وش يصير، الزبده انه يتبلور يتماسك، والزبده تبلش فيه من الاخر يعني تخرب الدنيا. طيب تسمعون التوت قاعد يتفاعل مع النار، بس ما اشوف السكر انا قاعد يذوب. خلينا نحاول نهدي شوي من الاوضاع، نخلي الدنيا تذوب حبه حبه. اوه لا، خلينا نبدا نحرك، لان السكر قاعد يلعب تحت. ما ودي انه يحترق. ايوه شفتوه ذاب على طول الحين، والله شكله رهيب. شوفون شلون التوت الحين مع، ويجي وقت ايش؟ وقت الليمونه حقتنا. طبعا تكتيك الليمون عشان تعصره كذا على الطاوله عشان يطلع لك اكثر عصير ممكن. نعصرها على المربى حقنا.
نرجع نرفع الحرارة شوي. الحين نبغى نرفع الحرارة شوي 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 إلى أن توصل المرحلة الغليان. طبعا شرحنا لكم بالمقطع اللي راح وش الفرق بين الغليان وش الفرق بين السمرنج اللي هو ما قبل الغليان. إن شاء الله أن الدنيا واضحة. ويقول لكم نخلط الليمون عشان التبلور. المربى كيف بيصير مربى؟ حسب اللي فهمته أن في مادة اسمها بكتين إذا ما خاب ظني. فالبكتين هذه يفرزها التوت بشكل طبيعي أو الفواكه بشكل عام. فمع درجة الغليان تبدأ المادة تطلع شوي شوي، تتبخر الموية فيتحول الموضوع إلى أشبه بالجلي اللي هو المربى. يعني أول ما يوصل مرحلة الغليان نبغى نتأكد أنه يتحرك لمدة دقيقتين. بنحط المؤقت مدة دقيقتين على الغليان. الله، ألوان رهيبة إلى الآن، الأمور مستتبة. الدقيقة الثانية نبدأ نوطي الحرارة، نخليها على مرحلة اللي قبل الغليان بشوي، اللي تصير فقاعات صغيرة. ونبدأ نجيب حقة البطاطس هذه ونفغص في التوت. ما في الا 200 جرام، نحاول نرجع كل شيء، ما له داعي ان تصير في كميه توت رايحه علينا. نرجع نفغص مره ثانيه. طيب، والحين نبدا نشغل العداد لمده 20 دقيقه ونخلي النار زي ما قلنا لكم واطيه ونبدا نحرك التوت. فأتوقع أغلب شيء تحتاجه اللي هو الصبر، تحاول توزن الأمور. طبعاً في تكتيك الظاهر هو اللي بيعلمك شلون تتأكد أن المربى صار جاهز، أنك تحط صحن بارد في الثلاجة. طبعاً هنا قاعد بس ساكت وتأمل بس اشيك على الحراره، كل شوي ارفع شوي واوطي شوي، ارفع شوي اوطي شوي، حتى الامور انها تكون موزونه يعني. فخلال العشرين دقيقه بيكون عينك على النار وتشوف وزنيتها، وكل شوي لازم تحرك المربى. صبر الصبر، كل اللي تحتاجه انك تصبر وتتفرج لين تخلص. وبعد دقيقتين الحين بنسوي الاختبار، اختبار التجاعيد، مش اختبار التجاعيد بعد شوي. بشوف يا طويل العمر والسلامة، هذا نفسه الصحن او البادية ذي الزبدة، هذا الشيء، فبنحطه هنا عشان نسوي الاختبار. حلو، إذا برد نبغى ندفه باصبعنا ونشوف هل يتجاعد ولا انه يمشي طبيعي. ما بعد وصل مرحلة انه يتجعد، فمربانا يبي له وقت، فنعطيه 10 دقائق ثانية يستاهل. انا اقول ان شاء الله اكيد انه وصل للشكل المطلوب بعد العشر دقائق هذه، فبطفي النار عليه بشكل كامل. هذه اخر دقيقة، خله يهدى شوي، باردة وجميلة. حطه بهالشكل. طبعا تقدرون تشوفون الحين خلاص اشبه بالمربى شكله، بس نبغاه يبرد عشان نسوي حركه الاصبع ونتاكد ان المربى صار بالقوام المطلوب. خلونا نصبر عليه شوي. طيب شفتوا الحين لجينا ندفه على فوق، شفتوا هنا، شفتوا التجاعيد اللي قاعده تطلع؟ هذا يدلك ان وصلنا للشكل المطلوب، فهذا اللي نبغاه. تمام، طعم رهيب مرة حالي. بعد شايفين هذا التوت، يا سلام، شيء كولي على المربى حقنا.
طبعا 200 جرام التوت جاب لنا خلاصته 100 ملي بس من المربع، فعشان تعبي علبة زي هذه نحتاج كم؟ 5 أضعاف، فهو كيلو. فإذا بغيت تبغى تسويها كاملة تحط كيلو مقابل نص كيلو، وهذه الوصفة الجميلة زبطت معانا، أتمنى جازت لكم. شوفكم فيديو ثاني إن شاء الله بمال الله. سلام. سووني من مطلع وجهي، شوفوني بمال الله.